كيف أعرف سبب شعوري بالوحدة؟ طبعا يخص تجربتك، ولكن هقول لك على وجه العموم، احنا عندنا برمجة مجتمعية رهيبة تخوف من الوحدة. إذا ما زوجت حتعيشي وحيدة، كده يعني معتقد في العقل، هذا أبا عن جد عن جد عن جد عن جد، يعني في الجينات عندنا خوف من الوحدة. فهو أصلا مو خوفك، هو أصلا مو شعورك. حطي يدك على قلبك واسألي لمن هذا؟ هتعرف إنه هو مو حقك، وإنك أنت جايباه من مكان ما، يمكن من طاقة البيت، من طاقة الأصحاب، من الوعي الجمعي، من فيلم، بس هو مو حقك، لأنه إحنا يعني على فترات سوية إحنا نحب نجلس لحالنا. يعني شوف الطفل هو جالس لحاله، هو مبدع في انه يسعد نفسه. هذا انت اصلا يلعب ويكسر اللعبه ووسخ الدنيا ويخرب الاشياء ويعيد تكوينها ويعيد بنائها ويتعرف عليها وعنده فضول يساله. هو حر. الوحده بالنسبه له حريه، الوحده بالنسبه له مو اختناق. احنا برمجنا الاطفال انه مسكين ما خرج، مسكين ما قابل احد، مسكين مولود لوحده. احنا صنعنا منهم اطفال مساكين، بس هو الطفل حر، هو قادر على إسعاد نفسه، هو قادر يألف قصة ويقفل القصة ويبدأ قصة، هو قادر يضحك بلا سبب ويلعب بلا سبب ويكون ويش. هذا إحنا الحقيقية. بس لما أحد جاء قال لنا أنت حتصير طفل وحيد، أولاد ما عندهم أخت، أخت ما عندها أخوات، يا الله عمة ما عندها يعني أنشأوا فينا، زرعوا بذرة الوحدة بطريقة رهيبة. مع إنه حقيقة في واحدة متزوجة وعندها وحدة، في واحد وسط اخواتها وعندها وحدة، في واحدة موظفة وعندها وحدة، ما له علاقة انت مع مين. هو ده شعورك، برمجتك، هو انت، هو قاعد يوصلك شيء. لكن حتى مثلا لما تيجي واحدة تقول لي يا الله ما جبت لبنتي اخوات ولا لولدي اخوان، او لا، مين قال لك انه هذا احسن خيار ليها؟ اذا انت تؤمن انه اذا كل ما في الكون يعمل لصالحك، في اللي الان موجود هو صالحك، واللي مو موجود هو مو صالحك. بس ببساطة، زي ما في اخوان سند ودعم لبعض، في اخوان ترى في المحاكم متقطعين، في ولا انا بدعي عليهم. زي ما في ام واب رائعين، في ام واب سيئين. زي ما في شريك حياة داعم وساند، في شريك حياة مدمر الناس، وانا اقول شريك حياة يعني بها امرأة او رجل، مدمر حياة الطرف الثاني. فمين قال انه الاخر هو سبب اني انا اكون سعيدة ولا وحيدة؟ ما له علاقة. مين قال ان وجود الاخوان ولا وجود شريك الحياه ولا وجود الوظيفه ولا وجود الشهاده ولا كلها دي عقلنا بيصورها، دي مو الحقيقه. كل شيء في الكون يعمل لصالحك.